السلام عليكم. ميتراداتس السادس ملك البندس لقب بميتراداتس العظيم وبيوباتون، واللقب الشائع هو ملك السم، فقد كان أخصائيا ممتازا عندما يتعلق الأمر بالسم. كان الملك مهووسا بأخذ جرعات صغيرة من السم المستخرج من النباتات والحيوانات والمعادن الثقيلة، المعد خصيصا لمساعدته على تطوير مقاومته الجسدية في حال إذا ما حاول البعض تسليمه، حيث كانت الوسيلة الشائعة تكاد تكون الوحيدة المختارة في عمليات الاغتيال لآلاف السنين. أعجب بأكل السم وقتل أمه ليصبح ملكا، وكان أسوأ عدو لإمبراطورية روما. بدأ الملك ميتراداتس بتثقيف نفسه بكل شكل من أشكال السم، وباتت هذه المعرفة لاحقا عدوه الأكبر، وكان لديه سببا وجيها ليصبح السم هاجسا، حيث أن الحاكم السابق والملك ميتراداتس الخامس اغتيل بالسم في مأدبة عام 120 قبل الميلاد، وكان لديه الكثير من الأعداء يخشى أنهم قد يغتالوه. ينحدر من نسل الإسكندر الأكبر وداريوس من بلاد فارس، كان ملكا قويا، خلق إمبراطورية امتدت من الروافد الشمالية للبحر الأسود إلى سوريا وأرمينيا، وفي حين احتقره تاريخ روما بسبب المذبحة التي تسبب فيها بقتل 80,000 مدني عام 88 قبل الميلاد، اعتبره الإغريق والفرس المنقذ من سوء الحكم الروماني القمعي. من أجل تعلم أسرار السموم بدأ في مزج الأعشاب المختلفة معا ووضع السموم المميتة، ثم أخذ جرعات صغيرة منها غير مميتة يصنعها بنفسه لضمان أن جهازه المناعي سيكون قادرا على البقاء على قيد الحياة. فدرس كل ما وصل تحت يده وتشاور مع معلميه ليغلب الخوف الشديد من اغتياله بالسم. في يومنا هذا أصبحت هذه الممارسة معروفة باسم ميترادا، وهي تعني اكتساب المناعة لمادة سامة بتناول كميات صغيرة ومتتالية منها، وهو نظام يمارس في أجزاء من العالم وفي مجالات فريدة، مثل الأشخاص الذين يعملون بالسموم ذات الطبيعة الخاصة. استمرت حروب ميتراداتس ضد روما 4 عقود في 3 قارات، وفي النهاية انتصرت روما، وفقد الملك ميتراداتس السادس مملكته، وكانت الجمهورية الرومانية بدورها تعاني بالفعل من ثورات العبيد والعنف. وأشاد السياسي نيكولو ميكيافيلي الذي أصبح فيما بعد عصب دراسات العلم السياسي بعبقرية ميتراداتس العسكرية، وبحث الملوك الأوروبيون عن إكسيره السحري ضد السم، وألهمت حياته الأوبرا الأولى لموزارت. بينما كان الشعراء والمسرحيون لقرون عديدة يرددون حكايات عن انتصاراته وهزائمه ومكائده ومحظياته وموته الغامض، يصف كتاب ملك السم حياة الملك ميتراداتس السادس بعدما فقد كل ما حارب من أجله، حيث انسحب من العار الذي لحق به إلى قلعة في بانتيكابيا، وكان محاطا بأعدائه الذين سعوا للإطاحة به. لم يكن هناك أي وسيلة للخروج، فاستشعر الملك العظيم عدو روما نهايته الوشيكة. سنوات زرعه للسم في جسده تحولت إلى لعنة، جهازه المناعي بات محصنا ضد أي سم كما أراد تماما. حاول الملك اليائس والغاضب مرارا أن ينتحر بتناول جرعات السم، لكن ذلك لم يكن مجديا، وهكذا طلب من أحد المرتزقة أن يطعنه، وتقول رواية أخرى أنهم أعطوه خنجرا
وأجبروه أن يطعن نفسه ليصبح بذلك أسطورة الملك الذي لا يقتله السم. وانتهى بذلك أخطر أقوى أعداء روما ووضع نهاية درامية لمملكته الكبيرة. اليوم لا يعلم كثيرون عن الملك الذي تحدى الإمبراطورية الرومانية منذ 2000 سنة قبل الميلاد. مع ذلك في العصور القديمة والعصور الوسطى كان مشهورا مثل سبارتاكوس وكليوباترا وغيرهم من أعداء روما. أرسلت جثته إلى بومبي ودفن في سينوف الرومانية.